هنتعلم في هذا الفيديو طريقة تحويل صورة إلى موديل 3D في برنامج جوجل سكتش أب بسهولة. كل اللي أنا طالبه من حضراتكم إنكم تتابعوا الفيديو للنهاية، لأن إن شاء الله هتلاقوا فيه حاجات هتفيدكم في شغلكم في برنامج جوجل سكتش أب. قبل ما أبدأ الفيديو حابب إن أنا أشكر الباشمهندس علي على دعمه المادي والمعنوي في القناة. طبعا الباشمهندس علي أحد المتابعين الفعالين في القناة، فحابب أبدأ الفيديو بأن أنا أشكره وأقول له شكرا جزيلا جزيلا يا باشمهندس علي على هذا الدعم المادي والمعنوي، وعلى أيضا على انتسابك للقناة، وده شيء بيشرفني جدا 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 أنك تكون أحد المنتسبين في القناة. أول خطوة علشان أبدأ أحول الصورة بتاعتي الموديل 3D أن أنا أختار الصورة اللي أنا عايز أحولها. اختارها ازاي؟ باجي في جوجل وبكتب وليكن بدر نسي نسي، بتظهر لي مجموعة كبيرة من الصور. ببتدي من هنا من الادوات، باختار الصور ذات الحجم الكبير، بتظهر لي الصور الكويسة او الكبيرة، ببتدي اختار منها الصورة اللي انا محتاجها واعمل لها داونلود في الجهاز. الخطوة التانية بنروح على جوجل ايضا وبنكتب JPEG2DXF، بيظهر لي مجموعة لينكات، بختار أول لينك منهم علشان أخش على هذا الموقع. من خلال هذا الموقع هنحول الصورة بتاعتنا لخطوط DXF أو خطوط أوتوكاد، ودي تاني خطوة في مراحل العمل بتاعتنا. مش هنعمل أي حاجة، هنسيب JPEG ودي DXF زي ما هي. هنختار الملف بتاعنا أو الصورة بتاعتنا بهذا الشكل اوبن، هتبتدي الصورة تنزل معايا في الموقع. هدوس على تحويل علشان الصورة تبتدي تتحول معايا لدي اكس اف. بعد كده هعمل تنزيل، هلاقي ان الملف دي اكس اف بتاعي نزل معايا. هقول له كليك يمين عرض المجلد وابتدي اقول له كات عشان ابتدي احطه في نفس الفولدر اللي انا شغال عليه عشان ما يتوهش من بيست. بهذه الطريقة هرجع تاني كده، دور الموقع معايا انتهى. الخطوة اللي بعد كده هفتح برنامج جوجل سكتش اب بهذه الطريقة، هرجع لكم بعد البرنامج يفتح. الخطوة التالتة هعمل امبورت للفايل DXF الى برنامج جوجل سكتش اب. هقول له فايل امبورت واروح اختار اشوف الفولدر بتاعي فين موجود وابتدي اختار الفايل الدي اكس اف بتاعي بهذه الطريقة. اقول له اخش على الاوبشن الاول، اتأكد كده من الوحدة بالمتر مظبوطة، اوكي امبورت، اقول له كلوز. هلاقي ان الصورة بتاعتي نزلت في برنامج جوجل سكتش اب عبارة عن مجموعة خطوط. الخطوة اللي بعد كده هروح اختار امر المستطيل او ريكتانجل وابتدي ارسم مستطيل على الشكل بتاعي بهذه الطريقة. بعد كده هختار خطوط الاوتوكاد نفسها بهذه الطريقة، مش المستطيل، خطوط الاوتوكاد نفسها. اقول له كليك يمين اختارها، كليك يمين واقول له اكسبلود. بعد كده هلاقي ان الخطوط بعد ما عملت لها اكسبلود ما زالت السطح بتاع الريكتانجل بتاعي عباره عن فيس واحد. لا، انا عايز بقى اخلي كل جزء من الاجزاء دي فيس لوحده. هعمل الكلام ده ازاي؟ هختار الشكل كله واقول له كليك يمين، هلاقي فيه انترسكت فيس، هقول له ويز موديل. طبعا البرنامج بتاعي هيحمل، هياخد وقت، هنتظر قليلا. بعد ما ينتهي هيظهر الشكل معايا بهذه الطريقة. هلاقي ان كل فيس عندي اصبح عبارة عن فيس لوحده. اخر خطوة هنبتدي نعملها ان انا هختار هذا الفيس واقول له موف كنترول وابتدي اخد نسخة من الشكل بتاعي بهذه الطريقة، بس نسخة من السطح العلوي، لان الفراغات دي الاجزاء اللي في المنتصف دي الفراغات بتاعت الشكل بتاعي. بعد كده هقول له بوش
ابتدي اختار الفيس بتاعي واقول له بوش، امر بوش لاعلى عشان اديله سمك بسيط كده بهذه الطريقة. هلاقي ان الشكل بتاعي اصبح جاهز، وقدرت احول الموديل بتاعي ل 3D بكل سهولة. بعد كده ابتدي اختار الشكل كله واقول له كليك يمين ميج كومبوننت او ميج جروب زي ما انا عايز، وكمان اقدر اديله الماتيريال اللي تعجبني بهذه الطريقة، واقدر ان انا اتحكم في الشكل بتاعي ان انا اعمل له سكيل بهذه الطريقة اصغره. يبقى اذا اصبح معايا شكل كان يصعب عليك ان انت ترسمه على برنامج سكتش اب، احنا النهاردة في الفيديو ده ادينا لك طريقة تقدر تستخدمها وتقدر تعمل منها اشكال كتير تفيدك في الشغل بتاعك. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون مفيد لحضراتكم، يا رب يكون قدم الإضافة لحضراتكم. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.